بس انا وانتم سالمين نعاد عليكم مبسوطين نشوف وجود طيب اليوم بعد سنه هيك فصل طويل. كنت عم بشارك الصفوف الثانيه قد ايه هالسنين عم بتكون صعبه ما عم نقدر نشوف اولادنا ولا نشاركهم انشطتهم، فاليوم عندنا فرصه حلوه نشوف اولادنا ونستقبل معهم فرح الميلاد، فرح السنه الجديده. مبسوطين نشوف كل حدا منكم، وبدي اشارككم هيك نشكر مع بعض ربنا والهنا اللي بنعمته كملنا هذا الفصل. ربنا كان ايده وحمايته على كل ولد، فبنشكر ربنا انه كملنا الفصل وكنا من المدارس بجوز القليله والوحيده اللي ما اضطرينا نسكر ولا صف، فنشكر الله. هاي انجاز ومعجزه كانت السنه انه كملنا بدون اي اصابات، وكان اشياء بسيطه ونداركها ونعالجها بسرعه. اليوم اولادنا تعبوا كثير ودربوا مع مساتهم. مسامية فتره كانت شوي غايبه عنا، بس كان في عندنا معلمه بديله وشي ديد جريت جوب صراحه. بشكر تعاونكم صراحه اللي ما كان في اي ردود فعل سلبيه، الكل تعاون والكل بمحبه تقبل الموضوع. مساتهم بحبوهم، اولادكم برضو. هذا اكثر صف انا باخذ منه عطات الصبح، عندهم شيء مش طبيعي، كل صف بتميز بشيء. صف اولادكم هو صف العبط الهبس، بنقول لهم ما بدنا نعبط بس ناخذ عطات من ورا من قدام من كل محل. بحبوا العبط، بحبوا حدا يدللهم، بحبوا بعضهم كثير ومبسوطين بجوهم. وهاي الاشياء بتذكرنا صراحه بفرح الميلاد. الميلاد مش اشي ايفنت عادية ولا هو عيد عادي، هو عيد لنجدد فيه نفوسنا، نفتح فيه قلوبنا، نسامح زي ما اولادنا بيسامحوا بلحظة، زي ما بيعطوا مجال للزعل يكون ثواني وبيفتحوا دايما صفحات جديدة لبعض. فهدول اولادنا بنتعلم منهم المحبة، التسامح، وببراءتهم صراحة اللي يعني أكثر شيء بيشبهوا فيه هو طفل المغارة، اللي ببراءتهم ومحبتهم لبعض نتعلم منهم إنه يسود السلام، المحبة بيناتنا، والتعايش اللي بنعيش فيه بمدرستنا صراحة بالمعمدانية. أنا اشتغلت بكثير مدارس، بس I'm so lucky هاي السنة إنه بناتي يكونوا بهيك أجواء، يعني مع محبتي وإخلاصي لكل المدارس اللي اشتغلت فيها. بس بالمعمدانية في جو عيلة، في جو محبة، والأولاد بشعروا إنهم زي كأنهم مع their cousins، أولاد أعمامهم، وزي كأنهم بيقربوا لبعض. وهذا الجو صراحة بدي أحكي لكم عنه إنه هو جداً نادر ومش موجود بمدارس ثانية. وكل واحد منكم اللي أوريدي مختار المعمدانية من زمان، أنا ما بسوق للمدرسة، بس بسوق لأنه بناتي موجودين وعم بيعيشوا هاي الأجواء، خصوصا باجواء الميلاد. السبيريت الموجوده مش عاديه. ف بدي احمسكم واذكركم ان اولادنا هم امل لنا. عم نتطلع على كل ولد من اولادنا ونتذكر انه دائما في امل جديد، دائما في حياه جديده. ومع اجواء الميلاد عم نصلي يا رب يحمي بيوتكم وعيالكم واهاليكم ويحمي اولادكم، وان شاء الله مكملين معكم للفصل الجاي. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر. فمع أجواء الميلاد بنتمنى لكم سنة جديدة، ويا رب تنبسطوا بالحفلة وتشوفوا الإنجاز اللي صار والتعب اللي تعبوه أولادكم. قبل ما يفوتوا أولادنا رح أشكر مس إيناس معلمة الموسيقى اللي تعبت مع الأولاد بكل التدريبات، مس روان عند الكمبيوتر. بس إذا بتشوفوا الأشياء الحلوة الموجودة على الستيج هي برضه من لمسات مس روان، الأسيستنس الموجودين معنا ومس ماريون لتعبها، قسم الببليك ريليشن بالمدرسه اللي كان بحذافير عم بيتواصل معنا بكل الديتيلز، قسم الاي تي والفوتوغرافر فؤاد رح يتواصل معكم كيف تقدروا تحصلوا على صور اولادكم. سو مبسوطين نكون معكم وكل سنه وانتم سالمين، نعاد عليكم.
Thank you.
Hallelujah.
اللي ما بقدر يرجع لأنه صار الوقت متأخر. ثانك يو لكم، كل سنة وانتم سالمين.